انظر ماذا وجدوا في بطن هذه القطة، وجدوا معجزة كبيرة جدا، سبحان الله. وسنشاهد مفاجأة كبيرة في نهاية الفيديو، ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. نروي لكم هذه القصة الجميلة. هذه القصة لرجل فقير. لقد كان هذا الرجل يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكان ملتزم دينيا، إلا أنه كان فقيرا جدا. فنصحته زوجته أن يخرج إلى الغابة، فكان يعمل حطابا ويقوم بجمع الحطب من الغابات ويبيعه في السوق. وفي يوم من الأيام استيقظ باكرا وذهب ليصلي الفجر، وبعد أن صلى الفجر أخذ معداته وذهب إلى الغابة لكي يبحث عن الحطب ويقوم بتقطيعه ليقوم ببيعه بعد ذلك. وهو يتجول في الغابة ليقوم بجمع الحطب، وجد قطة مريضة وبطنها منتفخة، فمكث قليلا بجانب القطة وقعد يتفحصها ويسأل في نفسه لماذا بطنها منتفخ إلى هذه الدرجة. فقرر الرجل أن يأخذها معه إلى البيت. وعندما ذهب إلى البيت سألته زوجته: أأنت مجنون يا رجل؟ أتأتي لنا بقطة مريضة؟ فاستغرب الرجل من كلام زوجته وقال لها: المرض بيد الله سبحانه وتعالى، وأنا لا أستطيع أن أشاهد هذه القطة دون أن أحاول أن أنقذ حياتها. وفي صباح اليوم التالي أخذ الرجل القطة وذهب إلى الطبيب، فقال له الطبيب: عليك أن تعمل لي بعض الفحوصات وبعض التحاليل. فأخذ الرجل أسماء التحاليل وأخذ القطة وذهب إلى معمل التحاليل وقام بعمل التحاليل اللازمة، وبعد ذلك أخذ التحاليل وذهب إلى الطبيب البيطري مرة أخرى. فاطلع الطبيب البيطري على هذه التحاليل، فقال له الطبيب البيطري: إن بطنها مليئة بالغازات، ويوجد كتلة في بطنها، ويجب أن نعمل لها جراحة يومية واستخراج هذه الكتلة من بطنها. وبالفعل قام الطبيب بعمل جراحة وقام بفتح بطن القطة، فوجد شيء غريب جدا. وجد قطعة ذهبية قديمة في بطن القطة، فاستعجب وقال: سبحان الله. وعندما سأله الرجل الفقير: ماذا وجدت في بطن القطة يا دكتور؟ قال له: شيء لا يصدق، وجدت قطعة ذهبية قديمة في بطن القطة، وهذه القطعة الذهبية قامت بعمل الثقب في أمعاء القطة، مما أدى إلى تسرب بعض الطعام إلى أحشاء بطنها، وأدت إلى تسمم بطنها وعمل غازات وانتفاخات في بطنها. وسأل الرجل الدكتور مرة أخرى: هل القطة ستعيش يا دكتور؟ قال له: نعم إن شاء الله. فأخذ الرجل القطة والقطعة الذهبية وذهب إلى زوجته، وعندما استقبلته زوجته قالت له: أأنت مجنون؟ قال لها: أتقول لي أنت مجنون مرة أخرى؟ فحزن الرجل من زوجته ومن كلامها، فأخذ القطة والقطعة الذهبية ودخل حجرته وقفل الباب على نفسه، فجلس يفكر ماذا سيفعل في القطة وماذا سيفعل في القطعة الذهبية. فقال: امرأتي لا تريد القطة. فتركت عليه زوجته الباب، قالت له: افتح. فقال لها: لو سمحت اتركوني لوحدي، فأنا أريد أن أقعد لوحدي هذه الليلة. وبالفعل تركته زوجته. وفي صباح اليوم التالي ذهب الرجل إلى محل المجوهرات، وعندما عرض القطعة على صاحب المحل فاستعجب صاحب المحل كثيرا: من أين حصلت على هذه القطعة الذهبية؟ قال له: وجدتها في بطن القطة. ففكر صاحب المحل أن هذا الرجل مجنون، قطعة ذهبية في بطن هذه القطة؟ هذا مستحيل. فقال له صاحب المحل: هذه القطعة ذهبية، وهذه القطعة تساوي ملايين الجنيهات. وبالفعل اشترى صاحب المحل من هذا الرجل هذه القطعة الذهبية وأعطاه المال الكثير مقابل هذه القطعة. وعندما أخذ المال وذهب إلى زوجته فاستعجبت زوجته وقالت له: من أين حصلت على هذا المال الكثير؟ قال لها: بالأمس تقولين لي أنت مجنون، لأنني اصطحبت هذه القطة. أتعلمين يا امرأة أن هذه القطة هي سبب سعادتنا الآن؟ فبكت المرأة وقالت: سبحان الله،
سبحان الرازق العاطي. فهذا الرجل بإسعاف هذه القطة رزقه الله بملايين الدنيا. وعندما تعافت القطة من مرضها كان شكلها جميل جدا، وكانت لا تترك هذا الرجل، فأحبت هذا الرجل كثيرا لأنه قدم لها المعروف. فيا أصدقاء الكرام، عندما تقدم معروفا لشخص أو لحيوان فإنه لا ينسى هذا الجميل، واعلم أنه سيرد لك الجميل صاع أو صاعين. وفي هذا الفيديو سنقص عليكم قصة الصحابي الجليل أبو هريرة مع القطة. الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم في السنة 7 للهجرة وشهد خيبرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى المدينة المنورة في عمر 28 سنة مع أصحاب من دوس التي ينسب إليها، وهي قبيلة من دوس اليمنية. فما إن وصلوا المدينة حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم قد غادرها إلى خيبر، فلحق به أبو هريرة، فكانت أول غزوة يغزوها مع رسول الله. وقد حصل أن افتقد أبو هريرة غلاما له في طريقه مهاجرا، وبينما هو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، إذ نادى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أبا هريرة، هذا غلامك. فأعتقه أبو هريرة في ذات اللحظة لوجه الله تعالى. ولقد روي كذلك عن أبي هريرة أن أمه كانت مشركة أصرت على شركها، وهو يلح عليها الطلب أن تدخل الإسلام وهي ترفض ذلك. فجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو لها بالهداية، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد أبو هريرة إلى والدته فإذا هي مغتسلة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ففرح بذلك أبو هريرة فرحا عظيما، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام والدته. اشتهر أبو هريرة رضي الله عنه بحفظ ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان حفظه أقرب للمعجزات، وفي حفظه روى الصحابة والتابعون أحاديثهم. فذات يوم أرسل مروان إلى أبي هريرة فأقعده يذكر لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد الرجال يقف خلف حجاب يكتب ما يذكر أبو هريرة. ثم بعد عام كامل دعاه مروان مرة أخرى ليسأله أن يقرأ عليه الأحاديث، فما بدل شيئا مما قال قبل عام مضى. ولقد قال أبو هريرة أنه ما كان أحد أحفظ منه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أخبر الذهبي بأن البخاري روى عن أبي هريرة 93 حديثا منفردا، وروى عنه مسلم 98 حديثا، واتفق على 326 حديثا. ولقد ذكر في كتب تحقيق أحاديث أبي هريرة أنه روي عنه نحو 1000 حديث من غير تكرار. ولقد ورد أن أبا هريرة كان إذا جلس يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهل كلامه بحديث عن نبي الله، فيقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم يبدأ برواية أحاديث رسول الله. سبب تسمية أبو هريرة: قيل إن أبا هريرة كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وقد كان كنيته أبا هريرة، ولذلك لهرة كانت تلازمه فأطلقت عليه الكنية باسمها. وقد كان أبو هريرة يحب أن يكنى أبا هر: لا تكنوني أبا هريرة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا هر، والذكر خير من الأنثى. ومرة سئل أبو هريرة عن سبب كنيته فقال: كنت أرعى غنم أهلي، وكانت لي هرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة، وإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. ولقد كان من صفات أبو هريرة الخلقية أنه لطيف خلوق حليم مرح صاحب دعابة. وقد كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى كان إذا شعر بالشوق لم تهدأ له نفس حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إليه فتقر عينه وتسكن نفسه. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.